الغيث المدرار كما اسموها. ونتوقع لهذه الحملة أن تكون حملة قوية وتليق بإخواننا وأبنائنا في غيثان. طبعا اللي أحب أن أؤكده أن أصاب في 2021 وما بعدها لن تكون أصاب ما قبل 2020، ليعلم الجميع أن حركة التنمية وحركة البناء وحركة التقدم بدأت ولن تعود إلى الوراء. هذا المشروع إما نكون أو لا نكون، إما نكون أو لا نكون. غيثان لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تتفرج، ولن تتخلى، ولن تكون خارج الملعب. غيثان ستكون في المقدمة وفي بداية الصفوف. غيثان ستثبت أنها مع المشروع ويكون لها بصمة يخلد لها التاريخ. اليوم سيكون يوما استثنائي في تاريخ وذاكرة المشروع. اليوم أكتمل المشهد برموز غيثان ومشايخها وأعيانها ومثقفيها وأساتذتها ودكاترتها وكل رجال قبائلها. الحضور اليوم مختلف وله نكهة إيجابية ومشجعة ومشرفة، وجميعهم سيعملون بقلب الرجل الواحد رغبة وكرما وحبا بالخير واعتزازا بالمشروع وثقة وفخرا بقيادته الممثلة بابن أصاب البار الشيخ منصور المطحني. وحملة الغيث المدرار إن شاء الله لن تتوقف حتى تأتي بثمارها. فخر بعده رجال غيثان بتنصري حملة إنقاذ ومادم قائد العسكري ومادم قائد الحيدري بتشوف النجاح. أموال بتكثري أهل غيثان يا رب عجبروا خاطري. نتوقع من أخواننا في الحملة هذه حق غيثان، نتوقع منهم يعني دعم قوي للمشروع، وسوف نقف معهم لدعم هذا المشروع. لن يتوقف أبناء أصاب ولم يهدأ لهم بال حتى انتهاء هذا المشروع. بإذن الله تعالى ستكون حملة الغيث المدرار لأبناء غيثان الكرماء حملة قوية تليق بالمشروع. ما دام رأيت في حملة غيثان أكثر من 6 أصفار فالحملة ستكون أقوى حملة في تاريخ المشروع. ساعة الصفر دقت، ملحمة سطري بيضوا وجه فخر الدين مساء ساهري. أهل غيثان هم رجال الكف، وإن شاء الله بيكونوا حول مديرهم ويلتفتوا حوله ويدعموا على قدر ما يستطيعون. ليس بغريبا على أبناء غيثان التبرع بجود وسخاء، هم أهل الكرم والجود.